لكم البانكيك بطريقة سهلة وإن شاء الله راح تعجبكم. مقادير: بسم الله نبدأ. هنا عندي كوب دقيق أبيض وكوب حليب، وممكن بدل الحليب تستخدمون لبن حسب رغبتكم أنتم مش حابين. حبة بيضة، ملعقتين سكر، ملعقتين زيت، ملعقة بيكنج باودر حلا، وملعقة فانيليا. خلاص المقادير كلها بخلاط الكاس، ونخليها ترتاح تقريبا ربع ساعة ونبدأ نشتغل فيها. بسم الله. سكر، فانيليا، ونضيف الدقيق، الآن بعد ما خليت البانكيك راح أضيفه هنا. خلاص بعد ما صبيت الجهاز اللي راح استخدمه اليوم. وهنا بعد ما ذوبت الشوكولاتة البيضة، خلاص ذوبتها في الميكروويف، ونحطها هنا بكيس التزيين عشان نزين فيها البانكيك بعد ما نخلص. شوكولاتة بيضة، وممكن شوكولاتة بني، وممكن اللهم صل على محمد تختارون نوتيلا اللي تبغونه. يا سلام. الحين اربطها بهذا الشكل وتكون عندي جاهزة. سلام، جناني انا. خلاص الأقماع عندي جاهزة، كاس الأقماع جاهزة عندي، في منها كبير وفي منها صغير. وراح استخدم اليوم جهاز المصابيب. تقدرون تستخدمون مصابيب، تقدرون تستخدم. اليوم راح استخدم الجهاز الحلو هذا اللي هو مختفر بالقشطة، القطايف، ممكن تخفقون بيض وتحطون فيه ملح وتحطونه فيه، أيضا المسيلة مرة جميل والمتانة فيه ممتازة وجودة عالية. فيه قاعدة له هنا تقدرون توقفون عليه، وفي حبايبي ايضا اللهم صل على محمد سيدة المطبخ اكياس بلاستيك متخصصة لبلح الشام والحلويات، في منها الكبير وفي منها الصغير. تقدرون ترفعون الشاشة لفوق وتطلبون من هنا. بعد ما دهنت الصاج تبغون تعرفون البانكيك عندك مضبوط ولا لا، لما تجي عندك فقط كذا اعرفي ان عجينتك مضبوطة 100%، تستوي من تحت وتنشف الطبقة اللي هنا فوق تماما، وبعدها نقلبها. كذا راح تذوقون ألذ بانكيك ممكن تاكلونه. الحين بعد ما نشفت خلاص نبدأ الآن نقلبها. خلاص بعد ما قلبته هنا، بعد ما خلصت البانكيك الحين أضفت عليه شيرة البانكيك وأضفت الزبدة، والآن راح أزين الميني بانكيك بالشوكولاتة الأبيض والشوكولاتة البني. بشيرة البانكيك خلاص كذا راح يعجبكم من جد. بعد ما خلصت البانكيك اروح اسوي لي بلاك